التسوية المطلوبة في لحظة الضباب الإقليمي. لا يمكن الاستمرار في سياسة استرهان لبنان إلى قرارات الخارج وحساباته ومصالحه. يكفي هذا البلد الصغير والمنكوب الأثمان السياسية والعسكرية والاقتصادية الباهظة التي دفعها على مدى عقود ودائما على حساب مصلحته الوطنية العليا. يحق للبنانيين أن يشعروا ولو لمرة واحدة واستثنائية بأهمية امتلاكهم لقرارهم السيادي دون أن يكون مرتبطا بالأهداف الإمبراطورية الكبرى للمحاور المتقابلة والمتضادة، وذلك بهدف الحيلولة دون تحوله مجددا إلى ساحة لتصفية الصراعات الدولية أو الإقليمية وهي تفوق قدرته على الاحتمال والصمود. سواء تعثرت المفاوضات السياسية المتصلة بالملف النووي الإيراني أم انفرجت، لا مناص من أن يبني لبنان هامشا لنفسه بعيدا عن تلك الحسابات، فلا يقحم نفسه في حرب هو حتما بغنى عنها، ولا يتراجع في الوقت ذاته عن حقوقه ودوره ورسالته. الهامش السياسي إياه لا يمكن تحديده إلا من خلال سياسة خارجية ودفاعية موحدة. من الضروري فتح النقاش الوطني حولهما، لاسيما في لحظة الاحتدام الإقليمي، بحيث يسعى اللبنانيون إلى بناء قواسم مشتركة تحفظ للدولة سيادتها وحقوقها في احتكار هاتين الوظيفتين، إذ من دونهما لا تقوم الدولة المرتجات، ولا يمكن عندئذ فصل لبنان عن مسارات التصعيد أو التسوية في المنطقة. إن حالة الانكشاف السياسي شبه التام في السياسة الخارجية اللبنانية أدت في الماضي وسوف تؤدي في المستقبل إلى انزلاق لبنان إلى حيث لا يريد من الأفخاخ الإقليمية المتعددة التي قد تنصب له. هل نسي اللبنانيون تلك الحقبة السوداء التي أتاحت الدخول السوري إلى لبنان سنة 1976 بغطاء إقليمي ودولي وكان تحت شعار إعادة الاستقرار ووقف الاقتتال، وإذ به يتحول إلى وصاية مقنعة ثم وصاية مباشرة لم تنتهي إلا بعد مرور 3 عقود، أي مع الخروج العسكري في نيسان عام 2005؟ من هنا فإن أي محاولات لتعطيل المؤسسات وأفراغ الرئاسة مجددا ستؤدي إلى المزيد من الانكشاف السياسي وربما الأمني على وقع الاضطراب الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد. إنه لعب بالنار دون طائل. إن مسؤولية كل الكتل النيابية من مختلف الاتجاهات ألا تتخاذل في السعي لبناء تفاهم وطني عريض على شخصية الرئيس المقبل بعيدا عن لغة التحدي والاستفزاز والإقصاء. بقدر ما يتأمن للرئيس الجديد التأييد الواسع من الكتل البرلمانية المختلفة، بقدر ما تتوفر فرص نجاح عهده في المستقبل القريب. تذكروا أن لبنان بلد تسويات حتى ولو لا تعجب هذه القاعدة البعض.